بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. يذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، احنا قلنا إن الصحيح مقسم إلى كتب وتحت كل كتاب مجموعة من الأبواب، وإحنا ما زلنا في كتاب الإيمان داخل الجامع الصحيح. هناخد النهاردة باب أحب الدين إلى الله أدومه، أحب الدين إلى الله أدومه. وأخرج الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث صحيح الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة، قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ مين دي اللي عندك؟ قالت السيدة عائشة: فلانة تذكر من صلاتها، يعني بتقول إن دي اسمها فلانة وبتصلي كتير، ويعني شايفة أنها بتأدي عبادة بحجم كبير جداً. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. احنا اشرنا قبل كده وقلنا ان منهج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء هو التيسير وعدم التشديد، وكان ده حال النبي الشريف صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وفعلا وتركا. يعني في توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دائما إلى القصد، القصد تبلغ، يعني الإنسان يمشي باعتدال وبتوسط حيوصل للشيء اللي عايزه بنجاح. فكان ده من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرشد دائما أبدا إلى الاعتدال. وعملا لأنه سنته النبي عليه الصلاة والسلام العملية كلها كده، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فكان قولا وعملا فعلا وتركا، فكان لا يترك شيء أو يعمل شيء إلا برضو في شكل أو في صورة الاعتدال. يبقى ده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالدين يسر لا عسر، ودل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دل أمته إلى الطريق الأرشد والأكمل للدين والتدين. وفي نفس الوقت كان بيحارب كل صور المغالاة والتطرف والتضييق، سواء الإنسان يعني بيضيق على نفسه أو على الأهل، كان الصور دي يحاربها النبي عليه الصلاة والسلام. وأوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ينبغي على الإنسان المؤمن إن هو يؤدي من الأعمال أو يقوم بالأعمال التي يطيقها، سواء من العبادة اللي هو بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أو سائر الأعمال اللي بيعملها الإنسان. لا يكلف نفسه فوق طاقتها، يعني ما يكلفش نفسه فوق اللازم فيقع إنه يجهد نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم دائما أبدا يرغب ويحث، يرغب في الاعتدال ويحث على الوسطية في كل شيء، في العمل وفي العبادة، عشان لا يصاب المؤمن بحالة الملل، ما يجيش الإنسان ملل أو إنه يحصل له فتور. ما هو أنت بتصلي على طول، بتصوم على طول، بصورة بتأدي العبادات بصورة فيها شدة، فبتكلف نفسك فوق الطاقة، هتوصل لمرحلة إنك تفتر. ده هيأدي في النهاية إنك تبعد عن الطاعات، هيجيب معاك نتيجة عكسية.
لذا في هذا الحديث الشريف بتروي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اللي حصل معاها، إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل عليها في يوم وكان عندها سيدة، فالنبي ما يعرفهاش عليه الصلاة والسلام، فلما سأل عنها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت السيدة عائشة إن دي فلانة وإن اسمها كذا وإنها، ثم ذكرت بعد كده قد إيه هي بتقوم الليل كله ما تنقطعش خالص، بتصلي على طول، طول الليل بتصلي، أول الليل وسط الليل وآخر الليل، وبتحكي عن عبادتها وإنها يعني صوامة قوامة، وأطنبت في مدحها، زودت قوي في الثناء على ما تقوم به من كم العبادات الكبيرة اللي بتقوم بها سواء من القيام أو من الصيام. زجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زجر ستنا عائشة عن هذا المدح الشديد، وقال لها مه، يعني كفي عن مدحها، كفي عن مدحها، لا تثني عليها. ليه؟ لأن هو شاف صلى الله عليه وسلم إن الصورة دي في أداء العبادات مش هي الصورة المطلوبة، لأن اللي عملته من هذا التشدد وتلكم المغالاة في أمر العبادة ما تستحقش معاها الثناء، لأنها خلفت السنة، لأن السنة بتراعي فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان، اللي مش معقول هيبقى على طول صايم وعلى طول في قيام، طب هيأدي ازاي باقي الواجبات والحقوق اللي في عنقه، سواء حق نفسي أو حق ربي أو حق الناس اللي حواليه، من حق زوج أو حق أبناء أو حق عمل، الحياة اللي هو عايشها. نعم هو يأتي من العبادات ما يزكي بها نفسه، وعليه كمان عمارة الأكوان، عمارة الكون اللي هو عايش فيه، ولن يكون ذلك بانعزاله وانقطاعه للعبادة. وإن الصورة دي اللي فيها تطرف ومبالغة في أمر العبادات صورة بعيدة عن السنة، لأن الدين في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن احنا نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي من الليل ويرقد، وكان يصوم ويفطر، وكان صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء، كل ده صور إن هو إنسان طبيعي بيتعامل بطبيعية، بيؤدي حق الرب وحق العبد في سلاسة وفي انسجام، وهي دي السنة اللي المفترض تكون مبتغى كل إنسان فينا. ما فيش في عملية التشديد دي على النفس أو إرهاق الجسد بالعبادة، وإنك تبقى ضاغط على نفسك بصورة بتعجز معاها إنك تعطي لنفسك حقها من الراحة والترويح كمان، مش الراحة بس، مش النوم بس، الراحة والترويح، إنه يستروح الإنسان، يبقى عنده وقت بيغير فيه، بيحرص فيه على إنه يغير جو، على إنه يؤدي لهذا البدن حقه، يشوف أولاده يقعد معاهم، يشوف زوجته يعطي لها حقها، وهكذا في كل الحقوق اللي المفترض الإنسان سيحاسب عليها يوم القيامة. لأن أنا لو ضغطت على نفسي فضيعت بقية الحقوق والواجبات اللي أنا أسأل عنها، سأسأل عنها يوم القيامة، هيكون في النهاية بهذا التشديد وبهذا التطرف في التعامل مع العبادات هيؤدي إلى إنك تترك العمل بالكلية. ليه؟ بسبب الملل، لأن دي طبيعة الإنسان، إنه أنت شوية بتتعبد، شوية بتستروح، شوية بترتاح، شوية بيبقى لك علاقاتك، بتشوف حبايبك، بتشوف أهل بيتك، بتؤدي أعمالك. هذا الكيان الإنساني، هذا المخلوق لابد أن توفر له هذا الجو عشان يستقيم في الحياة، لكن بسبب الملل وإنك بتضغط على نفسك توصل إنك تمل، بيحصل لك نوع من التعب فما توصلش. عشان كده لما أخذت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مدح هذه السيدة كما في الحديث، وقالت له دي فلانة بقى تذكر من صلاتها، يعني إيه تذكر من صلاتها؟ طول الليل قوامة، وأيامها ما بتفطرش خالص، بتصلي قيام الليل على طول. طب هو الإنسان مطالب بس بكده ولا عنده واجبات أخرى لابد أن يقوم بها؟ فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام أن زجر أمنا السيدة عائشة معلما إياها رضي الله تعالى عنها، وقال لها مه، بس كفاية كفاية، مش هي دي الصورة المثلى للإنسان المؤمن، أنه يتبتل وينقطع للعبادات ويترك باقي الواجبات المكلف أنه هو
يؤديها ويعطي لها حقها. عشان كده بعد كده أرشد النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون. يعني اشتغلوا من الأعمال بالشيء اللي تستطيعون المداومة عليه، اعملوا اللي تقدروا عليه من الصيام من القيام، داوم داوم قدر طاقتك حتى وإن قل العمل اللي انت بتقوم بيه. وده وارد في نصوص أخرى: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى وإن قل، لأن القلة دي هتخليك تكمل، ما تشقش على نفسك. اللي هيخليك تواصل في عملية العبادة وتواصل في أداء جميع الحقوق، حق الرب وحق العباد، إنك ماشي في الخير، ما بتقفش حتى لو كان الخير ده يعني شوية. أيوة حتى لو كان شوية، ما هو في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وتعلمنا منه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. يعني أبشروا على العمل القليل اللي بتعملوه بس انتم مداومين عليه، ابشروا ان هتاخدوا عليه ثواب عظيم. ده الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فالله يضاعف الثواب على الاعمال حتى لو كانت الاعمال دي قليله، لكن انت بتجاهد نفسك الا يخلو اليوم بتاعك من ذكر. لا، ما يخلوش من ذكر، على الاقل بحافظ على المستوى اللي انا ماشي بيه، بزيد شوية بنقص شوية مش مشكلة، بس أنا مداوم وأبشر، أبشر بالثواب الجزيل على ما تقوم به من صنيع الخير. فيبقى الإنسان بس عنده حرص على المداومة على فعل الخيرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأمنا السيدة عائشة معلما إياها ولهذه السيدة وكذلك لأمته، قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. يعني أنت بيرد بيها بيان إنه مهما عملت من أعمال فإن المولى سبحانه وتعالى بيجازيك عليها. فاعمل اللي انت عايزه كله. انت كل يوم بتقرأ قدر معين قل من القرآن، قل أو زاد، خليك بس مستمر. إن شاء الله صفحة، إن شاء الله 10 آيات، إن شاء الله 5 آيات. أنا بسبح وبذكر بأوراد معينة بقدر معين، قل له أو زاده. المؤمن يحرص انه يزود قدر طاقته. طب لا ما قدرتش، بس انا محافظ على القدر اللي بجيبه كل يوم، حافظ عليه. طب لو قل في يوم ما فيش مشكله، كان عندي اعباء زياده، انشغلت مع اولادي، انشغلت مع اهلي، انشغلت في عملي، انشغلت في صالح، فان الله لا يمل يعني حتى تملوا. يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل. فالانسان يستمر، لا يعني لا يترك اجركم على الأعمال إلا لما تتركه. طب أنا عملت عمل صغير مش مشكلة، المهم أنك في الطريق ماشي. ثم قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. يعني كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تانية أحب الدين إلى الله ما دام اللي بيستمر عليه الإنسان واللي هو بيستمر عليه صاحبه، لا ينقطع حتى وإن قل العمل ده مش مشكلة. يوم أنا صليت القيام على السنة، يوم أنا قللت قدر طاقتي 2 ركعات 4 8، زدت فوق ذلك، قليت عن ده مش مشكلة. بجيب ورد بالليل، الورد ده كان وقته مثلا بياخد مني ربع ساعة، خد مني 5 دقايق، مش مشكلة. المهم أن أنت دائم في الذكر في أول النهار وآخره وآخر وشيء من الليل زي ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان في كل ده يكون لأنه هو بيستروح بذكر الله تعالى، تستروح الأبدان وتستروح الأرواح. فكان أحب الدين إلى الله أدومه، مفيش تخال يعني مفيش مخالفة بين ما يحب. يعني إذا أحب الله تعالى دوام العمل وإن قل، فكذلك إذا أحبه الله أحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بالدوام على العمل القليل معناها
انك هتبقى مستمر دايما في طاعة الله، مستمر دايما في ذكر الله سبحانه وتعالى، من صيام بقى، من صلاة، من قيام، من والقيام بقى بكل ما فيه من ألوان قيام الليل كله بقى، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، الاستغفار، العلم، كل ده من أنواع القيام اللي الإنسان بيقوم بيه، بيأدي عند الإنسان مداومة إنك على طول حريص على الطاعة. حرصي على الطاعة دي هيخلي عندي مراقبة على أفعالي، هيزود عندي الإخلاص وإن أنا أراقب النية بتاعتي، وهيخلي عندي مزيد من الإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر ويتفتح هذا القليل. يعني القليل ده يديك ثمرة، القليل الدائم الثمرة بتاعته هتجيك عظيمة، بحيث إنه هذا القليل الدائم بيزيد ويكون أفضل من الكتير المنقطع أضعاف كتيرة. يعني أنا في يوم ممكن أقوم واخد جزء اتنين تلاتة، أنا بضرب مثال، في يوم ممكن أقوم أكتر من نصف الليل مثلا، بيحصل، وبعدين أعمل ده يوم اتنين تلاتة وبعد كده أوقف خالص. ليه؟ لأني أجهدت نفسي فوق المطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدينا ورقة العمل اللي تنضبط مع هذه أو هذا المخلوق، فبيعلمنا إنه لا، امشي بالراحة وخليك داوم على العمل الصالح اللي انت بتبتديه أو هتبتديه، وخليك ماشي باعتدال. القليل المعتدل ده بيؤذن بأنك هتبقى مستمر، والاستمرار معناه استمرار الطاعة، واستمرار الطاعة مزيد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الخير يأتي بالخير. اوعى ترهق نفسك بالأعمال الكبيرة وفجأة تقف، فلا تعرف تعمل اللي فاتك ولا انت قادر تعمل حاجة جديدة. فيبقى الإنسان يمشي باعتدال في العبادات وفي الأعمال، ودي وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الصورة الطيبة التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم وحرص صلى الله عليه وسلم على بيانها لأمتي، للمسلمين جميعا، سواء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في أفعاله، أو في كمان رصده لبعض الصور اللي فيها تطرف ومغالاة في القيام بالعبادات، كهذه الصورة اللي النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه فيها امتداح السيدة عائشة في انقطاع هذه المرأة للعبادة بهذه الصورة اللي فيها تشديد على نفس الإنسان، لأنه شايف النبي عليه الصلاة والسلام إنها بالوقت مش هتكمل، هتقف، لأن ده فوق طاقتها، شيء صعب عليها إنها تستمر. الحديث ده كمان بنتعلم منه الحقيقة، وواضح فيه قوي إن في بيان لمدى شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه بياخد بإيدين الأمة، بيرشد الأمة إلى ما يكون فيه صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. فهو بياخد بإيد أمته إلى أنه يسلكوا طريق الاستقامة اللي هو الاعتدال في العبادة، وهو ده اللي هيقدروا أو هيمكنهم إن هم يكونوا مداومين على الخير. يعني هو ده ما يمكنهم من الدوام على كل خير، الاعتدال في العبادة هو ما يمكنهم من الدوام على أداء الطاعات من غير مشقة ومن غير عنت. يبقى الموضوع عليهم يبقى فيه نوع من التعب اللي ما يقدروش يوصلوا معاه العمل الصالح. كمان في هذا الحديث الشريف في معنى مهم، إن العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. ليه؟ لأن أنا في أيام الانقطاع دي أنا انفصلت عن الذكر أو عن الصيام أو عن القيام، ولأني ابتديت بجيب حاجات كتير وبعدين بقف وبعدين أرجع تاني، عبالة ما أرجع بيبقى الإنسان تقيل قوي في الأمر ده. لكن وأنا مستمر بالقليل معناه أن أنا متصل في الطاعة، متصل في العبادة، بزيد، لأنه الإخلاص ميزانه بيوزن. أنت في لحظة من لحظات الإخلاص اللي أنت بتؤدي فيها العبادة بتربو العبادة وتزكو، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى القليل الدائم خير من الكثير المتقطع، ده بنستفيده من الحديث، وبنستفيد كمان في إنه في تسمية العمل دين. ليه؟ لأن بالعمل الصالح والمداومة على العمل الصالح هو دليل على إيمان صاحبه
هو دليل استمرار العبد على العمل الصالح، دليل على إيمان صاحبه، وهو في نفس الوقت بيعبر أو معبر على تمسك هذا العبد بتعاليم دينه الحنيف، فبيسعى إلى تطبيقه في أرض الواقع قدر طاقته وهو مستمر. الاستمرار معناه دوام الاتصال. ختاما نذكر بالحديث الشريف الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأته، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين أجمعين.